بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 49 بعد 200. الحمد لله على مزيد فضله وسابغ إحسانه، الصلاة والسلام على محمد خير خلقه وخاتم رسله وآله وأصحابه، أما بعد، تكلم الشيخ رحمه الله عن أمراض القلوب وشفائها فيقول: ذكر الله سبحانه آية النور وآية الظلمة، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين. ثم قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال السيئة يحسبها صاحبها شيئا ينفعه، فإذا جاءها لم يجدها شيئا ينفعه، فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال. والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان والعلم، فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا، فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه، فصرف الله به ما كان قد هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة، فإذا فعل خيرا ولم يفعل سيئة فكتب له حسنة كاملة ولم يكتب له خطيئة إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئة. وقال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين: مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد، ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد. وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين: قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وقال تعالى في المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله. والمثل الثاني كالماء النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق، ورعد وبرق يرى. والمقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها. وفي الدعاء الماثور: اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. والفصل الذي ينزل فيه المطر تسميه العرب بالربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه. وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء، فإنه فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار، وتنبت الأوراق على الأشجار. والقلب الحي المنور، فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل. والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الآيات، فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار، كما أخبر عنهم حيث قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار، وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص، لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم، لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح. ولهذا قال سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فشبههم بالغنم التي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء، كما قال في الآية الأخرى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فطائفة من المفسرين تقول في هذه الآيات وما أشبهها كقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وأمثالها مما ذكره الله في عيوب الإنسان وذمه، فيقول هؤلاء هذه الآية في الكفار. والمراد بالإنسان هنا الكافر، فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب، بل يذهب وهمه إلى أن من كان مظهرا للشرك من العرب أو إلى من يعرفهم من مظهر الكفر كاليهود والنصارى ومشرك الترك والهند ونحو ذلك. فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها العباد،
فيقال أولاً المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق، والمنافقون كثيرون في كل زمان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ويقال ثانياً الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.